في حاجة اكتشفتها، كنت بعاني من فترة جدا تحميل عن تحميل ضغط الملفات. مثلا باجي برفع فيديو على اليوتيوب بيبقى حجمه ممكن بيدخل في جيجا، وممكن جيجا وشوية، 500 ميجا الكلام ده، لاني بعمله على البرنامج بتاع السوني فيجاس. وانا برندر الفيديوهات النهاردة، فقعدت سيرش كده على برنامج يكون كويس بيضغط كويس بدل فورمات فاكتور. تقريبا البرنامج لما باجي بقى بيقل وجودته بتقل، وفي نفس الوقت كمان مش بيوصل للحجم اللي انا عايزاه. انا هنا عملته على البرنامج، المفاجأة في البرنامج ده ان هو يعني بيقلل الجودة، وانت اللي بتتحكم فيها، يعني انتوا اللي بتتحكموا فيها وبتكتبوا الحجم اللي انتوا عايزينه وكده، وبيشتغل معاكم. هي مثلا هنا، وهي هنا قبل ما تتغير. هنيجي نعمل مثلا كومباريزون كده بينهم اهي. هنا هنيجي عند السايز، شايفين هنا فين السايز؟ هنا اهو كام؟ 109، 109 ميجا. انا كنت عاملاها 100 ميجا، بس هي رندروا على 109، زودوا 9 من عندهم، مش تفرق يعني. بصوا الحجم كان هنا قد ايه اصلا، 988، يعني داخله في جيجا. متخيلين من جيجا 1000 ميجا تبقى 100 ميجا مثلا؟ بصراحه حاجه فظيعه. والاغرب من كده بقى كمان ان هي نفس الجوده، يعني نفس الجودة شغالة معاكو. يعني مثلا بصوا، ثواني دلوقتي انا هلغي الصوت مثلا. هنا مثلا اهو الجودة عاملة ازاي، مش عارفة هي هتبقى واضحة عندكم ولا لا، بس فعلا الجودة باينة كويسة جدا من عندي، بس مش باينة في التصوير. تمام. ده بقى اللي هو ايه، ده اللي هو معمول له الايديت. بصوا التاني نفس الحكاية، هي نفس الجودة ونفس الشكل، ما اتغيرتش في اي حاجة. الصورة واضحة جدا على فكرة، بس التصوير من التليفون مش بتبقى كويسة يعني. يا رب اكون قدرت افيدكم. انا هوريكم بقى البرنامج، صح انتوا لازم تشوفوا البرنامج، انا حنستكم. اسمه افيديو ميكس تقريبا، اهو فين الكاميرا، اهو افيديو ميكس، ده البرنامج الفظيع الخرافي ده. بتفتحوه بقى وبتتحكموا من الجودة، وان شاء الله هنزل لكم شرح ازاي بتشتغلوا من عليه وكده. ده كويس جدا لليوتيوبر والناس اللي بترفع برامج على اليوتيوب كتير، وان شاء الله يفيدكم. ويا رب اكون قدرت افيدكم ان شاء الله، واشوفكم في افادة جديدة، والسلام عليكم.